حتى يتبين لهم أنه الحق. كثير من الملحدين العلمانيين انتقدوا الحجاب وقالوا هو عادة وليس عبادة، ومنهم من حاول أن يفسر آيات القرآن الكريم على هواه، يتبع هواه في التفسير ليخرج ويقول إن الحجاب هو عادة اجتماعية فقط. الذي يفصل هذا الموضوع أيها الأحبة هو العلم. فإذا أثبتنا علميا أن الحجاب له فوائد طبية وفوائد نفسية، فلا بد أن القرآن وأن الإسلام يأمر به، لأن الله تبارك وتعالى كل شيء فيه خير أمرنا به. هذا قانون عام أيها الأحبة، كل شيء فيه خير أمر به الإسلام، وكل شيء فيه شر وضرر ومخاطر ومفاسد نهى عنه الإسلام. لذلك قال تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل شيء حرمه الله لابد أن يكون فيه ضرر، كل شيء أمر به الله عز وجل لابد أن يكون فيه منفعة. دعونا نتكلم بلغة التوثيق العلمي ونذهب إلى بعض الدراسات التي قامت بها جامعات غربية حول الحجاب، هل فيه فوائد أم له أضرار؟ دعوني أتأمل معكم من خلال الفيديو. كشفت جامعة ويستمنستر من خلال دراسة استقصائية علمية نشرت في المجلة البريطانية لعلم النفس. طبعا هذه الدراسة هي عبارة عن استقصاء أجري على مئات الفتيات المحجبات وغير المحجبات، وتبين للباحثين أن الفتاة المحجبة، دققوا معي أيها الأحبة، تتمتع بقدر أكبر من احترام الذات والإحساس بالأمان. كما أن الدراسات أثبتت أن المرأة التي ترتدي الحجاب تكون أقل عرضة للإصابة بسرطان الجلد. نرى أمامنا أنواع لبعض سرطانات الجلد التي تصيب النساء بخاصة نتيجة التعري وبخاصة على شواطئ البحار. كما أظهرت هذه الدراسة أن انشغال المرأة ذات الحجاب طبعا المحجبة، انشغالها يكون أقل بكثير فيما يتعلق بوزن الجسم وشكله الخارجي. كذلك فإن المرأة المحجبة أقل قلقا فيما يتعلق بمظهرها الخارجي وأقل إنفاقا على الأزياء. وأثبتت طبعا هذه الدراسة أن الحجاب يقي من سرطان الجلد. فقد أجريت دراسات كثيرة حول انتشار سرطان الجلد في الدول الغربية، وبخاصة بسبب تعرض النساء لكميات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية غير المرئية طبعا، وهي خطيرة وقادمة من الشمس. لذلك ينصح الأطباء بعدم كشف أجزاء من جسد المرأة، وذلك لوقايته من هذا المرض الخطير. ففي دراسة أجريت عام 2015 تبين أن التعرض لأشعة الشمس أكثر ضررا للمرأة البالغة من الأطفال أو من الفتيات الصغيرات، أي ينبغي على المرأة البالغة أن تبدأ بالحذر وتسارع للالتزام بالحجاب وعدم إظهار أجزاء من جسدها إلا الوجه والكفين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا هنا أيها الأحبة تقول هذه الدراسات إن المرأة التي ترتدي الحجاب وتحرص عليه تكون في حالة نفسية أفضل فيما يتعلق بنظرتها الإيجابية لنفسها. طبعا تكون هذه الحالة أفضل من تلك التي لا ترتدي الحجاب، وهذا ينعكس إيجابيا على الحالة النفسية للمرأة. طبعا بالنسبة لنتائج هذه الدراسات يمكن أن نلخصها كما يلي: يمكن أن نقول إن الحجاب ليس مجرد عادة أو مجرد زي أو ثقافة، بل هو تغيير شامل في حياة المرأة وتغيير نظرتها لنفسها بشكل جذري.
وتغيير نظرة الآخرين لها. والحجاب هو حجب المرأة عن الكثير من المخاطر التي قد تتعرض لها من دون حجاب، لأن المرأة المحجبة سوف تغير عاداتها وعلاقاتها وطريقة حياتها، وتقلل كثيرا من الاختلاط بالرجال، وهذه الإجراءات تحمي المرأة من خطر الاغتصاب أو التحرش الجنسي. طبعا المرأة عندما ترتدي الحجاب إنما تحجب نفسها عن الشر وعن الرجال الذين في قلوبهم مرض يتربصون بها، وتحجب نفسها عن الأمراض مثل سرطان الجلد الذي ينتشر كثيرا في الدول الغربية، وبخاصة النساء اللاتي يتعرضن أو يعرضن أجسامهن للشمس في شواطئ البحار. طبعا هنا أيها الأحبة، إذا هناك فوائد نفسية فيما يتعلق بنظرة المرأة لذاتها واحترامها لذاتها ونظرة الآخرين لها أيضا، وهناك فوائد طبية تتعلق بحماية هذا الجلد من السرطان أو سرطان الجلد، لأن كثرة التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى زيادة نسبة أو احتمال الإصابة بسرطان الجلد. الله تبارك وتعالى من أجل ذلك قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني انظروا إلى هذا الخطاب الرحيم من الله عز وجل. هل هذه الآية أيها الأحبة تقول إن الحجاب هو عادة وليس عبادة، أم أن المؤمن الذي يلتزم أو المؤمنة التي تلتزم بتطبيق هذه الآية لابد أن لها أجر عند الله عز وجل، لأنه أمر من الله صادر. الله سبحانه وتعالى يعلم أن الدول المتطورة مثل أمريكا، السويد، دول أوروبا الأكثر تطورا والتي خلعت الحجاب وابتعدت عن تعاليم خالقها عز وجل هي الأكثر تعرضا لسرطان الجلد، والأكثر أيضا يعني هي الدول رقم واحد في حوادث الاغتصاب. وقلنا في لقاء سابق في الولايات المتحدة فقط حسب آخر إحصائية هناك 110 مليون أمريكي مصابون بأمراض جنسية معدية منها الإيدز وغير ذلك. ماذا يدل ذلك أيها الأحبة؟ يدل على أن كل من يبتعد عن تعاليم الخالق عز وجل لابد أن يصاب بالأمراض، يصاب بالاكتئاب، يصاب بالانتحار. أكبر نسبة للانتحار نجدها بين غير المسلمين، هذه دراسات موثقة أيها الأحبة. لذلك عندما قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.